الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا رب بجاه نبيك يا رب العالمين، وبما يقرأ في القرآن من القرآن في جميع مساجد المسلمين، وبكل عبادك الصالحين الأحياء منهم والأموات والأنبياء والأولياء والرسل جميعا، نتوجه إليك بهم جميعا، ونتوجه إليك بك يا رب العالمين برحمتك بعبادك، أن تقبلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الأيام يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم انظر إلينا نظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا نظرة رحمة وبركة يا رب العالمين، كما نظرت إلى أوليائك وأنبيائك والصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ما أحييتنا، املأ قلوبنا حكمة وإيمانا ويقينا ورضا ورحمة. اللهم يا رب العالمين خلقنا بأخلاق حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنصلح لأن نكون في حضرته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فأقرب الناس منزلا من نبينا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، فنسألك محاسن الأخلاق لا لشهوة الأخلاق ولكن محبة في حبيبك صلى الله عليه وسلم، حتى نكون معه في الجنة يا رب العالمين، لأنه يرضيك كل خلق حسن، فنسألك ما يرضيك منا وبنا وعلينا وفينا برحمتك يا رب العالمين. ونسألك يا رب كما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وزوجاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأحبابنا وأصدقائنا وجميع آل بيت نبينا وجميع ذرية أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين، حتى نقوم ببعض حقوقهم لدينا يا رب العالمين، فقد أجريت الخير على أيديهم إلينا، فجزاهم الله عنا خيرا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنحمد الله ونشكرك يا ربي على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 أو 600 من الهجرة. وكنا بدأنا في تعليق المصنف حول الحديث الثالث، حديث البيعة، بيعة التي ذكرها سيدنا عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بايع الصحابة ألا يشركوا بالله شيئا، ثم تكلم على أن الإشراك بالله يحدث بالشيء القليل والشيء الكثير مطلقا، فلا بد أن يوحد الله الإنسان الله ولا يشرك به شيئا، فالشيء تطلق على القليل وعلى الكثير. ولذا بدأ يشرح بعض الفرق الضالة كيف ضلت وكيف أنها وقعت في الشيء القليل وبعضها وقع في الشيء الكثير، فلم يوحدوا الله التوحيد الكامل لأنهم أشركوا به شيئا. قد يكون هذا الشيء سوء فهم عندهم، سوء اعتقاد عندهم، سوء تقدير لله عز وجل لصفاته، سوء اعتقاد في أنبيائه في أوليائه،
قد يكون هذه الأشياء كثيرة أو قليلة، فترك لك بعض الأمثلة، فذكر فرقة القدرية ثم فرقة الجبرية. والقدرية والجبرية هي التي يلخصها الناس بسؤال مشهور في هذا الزمان: الإنسان مسير أم مخير؟ وتكلمنا على هذا بالتفصيل تعليقا على ما كتبه المصنف وفيه الكفاية. ثم بعد ذلك ذكر فرقة المجسمة، وقلنا أن فرقة المجسمة التي يذكرها ليست تاريخا تقرأها، ولكنها تعيش بيننا الآن، ولها أبواق تتكلم، وإذاعات تذيع، وكتب مطبوعة توزع بالمجان في كل مكان، فعليك أن تحذرهم ولا تقرأ هذا الكلام على أنه تاريخ وانقضى، بل أنت تعيش معهم الآن، يصلون بجوارك، وقد تصلي في مساجد يقفون فيها يدرسون للناس في مصوح العلماء وهم أجهل من دابة، فعليك أن تتفهم هذا جيدا. وتكلمنا في المقدمة بالأمس كلام واضح صريح العبارة، وإن كنا قسونا عليهم بعض القسوة، ولكن أنت تقسو أحيانا على ابنك وأنت تحبه، فنشهد الله أننا نحبهم لأنهم مسلمون، ولأنهم لهم حق علينا في إسلامهم ومحبتهم لرسول الله وما يحفظونه من كتاب الله، ولكن نقسو عليهم لأننا لابد أن نفهمهم ونفهم كيف وقعوا في هذه الأخطاء، ونسأل الله لهم أن يغفرها لهم وأن لا يجعلها وصمة وسببا في عدم قبولهم وقبول دعائهم. ولكن على أي حال التحذير من أهل البدع ضروري، بل توضيح أهل البدع في كل زمان هي مسؤولية العلماء، أن يوضحوا لك أهل البدع بالإسم والمسمى والصفة إلى هذه الدرجة حتى لا تسير وراءهم ولا تنتهج نهجهم. فولذا اضطررنا أن نتكلم بصريح العبارة بالأمس، وكنا لنود ذلك، لكن الناس الآن لا يفهمون إلا إذا صرحت، فإذا لمحت لا يفهمون الحقيقة. كده جربنا التلميح 20 سنة والناس لا تفهم على من نلمح، ثم تركنا التلميح منذ 5 سنوات وصرنا نصرح بصريح العبارة، وإذا أردت أن نذكرهم لك بأسمائهم وسماهم ذكرناهم. ولكن على أي حال ما ذكرناه بالأمس فيه الكفاية، واليوم نتكلم على رد المصنف لهم في اعتقادهم أن الصفات التي جاءت موصوفة لله عز وجل وتقتضي معنى فيه نوع التجسيم لابد عن صرفها من معناها الذي يوحي بالتجسيم، ثم بعد ذلك نقف حيالها موقفين: إما أن نفوض الأمر لله فلا نبحث في معانيها وهذا هو الأسلم، ولكن اضطررنا إلى التأويل لمناظرة المجسمة، فثم نشأ مذهب المؤولين، لأن هذا المذهب الذي تأولوا فيه هذه الصفات على معنى يليق بالله كان لابد منه لمناظرة الخصم ولكن ليس للاعتقاد. فقلنا مثلا أن الله لما يقول يده مبسوطتان، اليد لها معنى الجارحة ولها معنى القوة ولها معنى القهر ولها معنى العطاء، لها معاني كثيرة. أولا لابد أن ننفي معنى الجارحة لأن الله ليس بجسم. وليه احنا قلنا الله ليس بجسم؟ هل في آية بتقول إن الله ليس بجسم؟ ما فيش آية بتقول كده، ولا في حديث ربنا قال الرسول قال الله ليس بجسم، ما فيش حديث. لكن بمقتضى العقل، لأن الله سبحانه وتعالى غني مستغن عن كل شيء، والجسم يفتقر إلى الأعضاء ويفتقر إلى الحيز، فلا بد أن يكون الله مستغن عن الحيز وأن يكون مستغن عن الأعضاء، فلا يحتاج لأعضاء. ولذا قلنا أن الله ليس بجسم بمقتضى أن الله ليس كمثله شيء، الآية عامة الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذا قلنا أن الله ليس بجسم. فإذا قلنا يداه تدل على الجارحة والجارحة جسم والله ليس بجسم، فلا بد من صرفها عن معنى الجارحة. واعمل ايه بعد كده؟ الصحابة صرفوها عن معنى الجارحة وأمروها على مقتضى فهمهم، كل واحد فهمها بطريقة ما دخلناش قلبه، بعضهم فوض وبعضها لها معنى عنده لأنه عربي يفهم. يداه مبسوطتان قد يكون بالعطاء، قد يكون بالقهر، قد يكون بأي شيء، واخد بالك؟ أو العين كذلك، أو يوم يكشف عن ساق، هل نفهم أن ربنا ليه ساق يعني ولا لها معاني كثيرة؟ أو ما نقول مثلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في دي ظرف
والظرف يقتضي مظروف إما زماني أو مكاني، والله كان قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان، يبقى لابد أن يكون فيه هنا إذا ارتبطت بالله تخرج عن معناها الزمان والمكان، لابد العقل بيقتضي هذا، لأن الله كان قبل الزمان وقبل المكان. فمن يقول أن فيه تدل على الظرفية أو فوق تدل على العلو الحسي كما قال المجسمة أنه فوق العرش حسا ويشيرون إلى السماء كذا باليد، يبقى فهموا خطأ. ليه؟ لأنهم فهموا بالمكان، والله إذا كانت فوق تقتضي علو المكانة وعلو المكان، فالأولى أن نحملها على علو المكانة. حتى أنت نفسك في لغتك العربية العادية لما تقول إيه، أين نحن من علماء الدين، هؤلاء فوق يعني إيه مكانتهم عالية، مش فوق يعني عادين فوق دماغك، ولا فوق يعني فوق كده. يبقى كلمة فوق بتحتمل معنى علو المكانة وقد تحتمل علو المكان، فإذا ارتبطت بالله يكون أولى أن تصرف من المكان، من معناها المكاني إلى معنى المكانة، هذا هو أولى. والعربي الفصيح يفهم كده. لما نيجي مثلا نقول الرحمن على العرش استوى، على دي برضو نوع فيها علو، فيها علو، ممكن يبقى العلو ده علو مكاني وقد يكون علو مكانة، وعند الله نحمل علو المكانة أولى حتى لا تكون علو مكاني. وإلا لو اعتقدنا ذلك نعتقد أنه على العرش استوى يستقر كما قال المجسمة، وكأنه يحتاج للعرش ليستقر. ولذا سيدنا علي بن أبي طالب قال إن الله لا يقال هو في شيء ولا على شيء ولا تحت شيء ولا من شيء. شوف كلام سيدنا علي واضح، الله لا يقال هو من شيء، لأنه لو كان من شيء لم يكن أول لكان مولودا، مش كده برضو؟ ولا يقال أنه على شيء، لأنه لو كان على شيء لكان محمولا. ولا يقال أنه في شيء، لأنه لو كان في شيء لكان محصورا. ولا يقال تحت شيء، لأنه لو كان تحت شيء لكان مقهورا. أمال يبقى الله إيه؟ الله سبحانه وتعالى حيث كان قبل خلق المكان والزمان، لا يحده زمان ولا يحده مكان ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى القريب في بعده والبعيد في قربه، فهو باطن في ظهوره وظاهر في بطونه سبحانه وتعالى، أقرب إليك من حبل الوريد، قرب لا مكان، لا اتصال ولا انفصال ولا حلول ولا غير ذلك. فأنت مثلا مخلوق من الروح والجسد، والجسد حس والروح معنى من عالم الأمر. أين الروح من جسدك؟ أنت لا تدري أين الروح من جسدك. فإذا كنت لا تدري أين الروح من جسدك تريد أن تعرف أين الله الذي خلق الروح؟ إذا كنت أنت لا تدري ما في نفسك أنت، أين الذاكرة فيك؟ هل لو جئت إنسان، أحضرت إنسان لا يعلم أي معلومة إلا المعلومات الضرورية التي يعلمها كل الناس، ووزنته ثم حفظته كتاب الله ثم وزنته، هل يتغير وزنه؟ طب أين ذهب هذا الكلام؟ أين يوضع هذا الكلام في ذهنه؟ أين الصورة والذاكرة التي توضع في ذهنك بحيث أنك إذا رأيت إنسان تقول رأيتك منذ سنوات، أين رأيتك؟ ثم تتذكر أين هذا المخزون في هذا الذهن. وهذا المخزون إذا وزنت عقل أو مخ الإنسان العالم الذي قضى عمره كله في البحث العلمي والاطلاع، ووزنت يمكن مخ العجل، تجد مخ العجل أوزن منه. وإذا وزنت مخ الإنسان الذي لم يذهب مدرسة ومخ الإنسان اللي قضى عمره طول عمره في العلم، تجد الوزن متقارب. طب أين المعلومات تحدث؟ أين الذاكرة؟ أين الفهم منك؟ أين العقل منك؟ أين الروح منك؟ أين الإدراك؟ كل هذه الأشياء فيك ولا تدركها، وليست لها مكان معين في جسدك. فروحك لا تقول فيها أنها في داخلك ولا تقول أنها في خارجك، الروح كده، لأن لو كانت في داخلك لانتقصت بانتقاص بعض أعضائك. أنت تقص ضوافرك وتروح تحلق شعرك ما بتحسش أن نقص لك حاجة، في حين أنك أنت كنت بتحس بشعرك قبل ما يتقص، فهمت إزاي؟ طيب بتحس بيه، يعني معناها الروح لها استشراف عليه، ويجي يتقص الروح ما تتأثرش، دليل أن لها اتصال مع انفصال، يعني هي متصلة منفصلة في آن واحد. فإذا كانت الروح كده، فتيجي لما أجي أقول لك أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك منك دون اتصال ولا انفصال، تقول يعني بيقول لنا إيه؟ يعني إحنا مش هيفهمنا حاجة،
طب ما انت فيك كده، وفي انفسكم افلا تبصرون. اذا كان ربك خلقك كده، ده خلق الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته تجدها تدخل في كل شيء دون ان ينتقص منها شيء. الشمس مش بتدي اضواء لجميع ده، تدخل في كل الضوء، يدخل في كل حته ينتشر دون ان ينتقص من الشمس شيء، ودون ان نقول ان الشمس حلت في الحجره حيث انارتها، هي في مكانها زي ما هي، ولكن دخل ضوءها الى كل مكان دون اتصال ولا انفصال ولا حلول. اذا كانت المخلوقات كده، اذا كانت المخلوقات كده والحس كده، تيجي تقول في الاخر زي ما بيقولوا المجسمه ان اهل السنه الاشعريه لما بيعلموا الناس العقيده بيعبدوا وهم، يبقى هم اصلا اللي عايزين يعبدوا عجل. ما هو لو ما فهمش هذا المكان يبقى عايز يعبد عجل، يعني جسم، وعلشان كده عبدوا عجل ابيس عشان يريدون جسم يتوجهون اليه. هو لما ربك سبحانه وتعالى يقول هو اقرب اليك من حبل الوريد، اقرب للانسان من حبل الوريد، قرب، القرب هنا تقول لي قرب مكاني؟ ما نقدرش نقول قرب مكاني. طب والاموال نقول قرب ايه؟ الله اعلم، لكن هو قريب. ان الله قريب فناجوه ولا تنادوه، مش كده برضه؟ ده يعلم الكلام الذي في قلبك قبل ان يبرز منك سبحانه وتعالى. كيف اترجم لك بمقالي وهو منك برز اليك؟ فاذا كان ربك سبحانه وتعالى يعلمك ماذا تقول قبل ان تقول، بل هو الذي يترجم رغباتك في صوره الفاظ تقولها وتناجي به، هو الذي ترجمها في قلبك وعلمك كيف تقول. ولذا لابد ان تصرف هذه الاشياء التي فيها معاني التقسيم ومعاني الحلول ومعاني الاماكن اذا نسبت الى الله بمعنى فارغ عن المكان، لابد، والا هنقع في ايه؟ في التحيز. حيزت الله، فإذا حيزت الله كأنك اعتقدت أنه في مكان ويخلو من مكان آخر، وهذا لا يليق بمسلم. ولذا لما تقول رأى سيدنا محمد ربه وهو عند سدرة المنتهى، هل نفهم من كده أن ربنا قاعد عند سدرة المنتهى؟ هو أنا لما بقول لك رأيت القمر فوق السطح، أفهم من كده أن القمر قاعد فوق السطح؟ يبقى سدرة المنتهى ده مكان الرائي مش مكان المرئي، ده مكان النبي كان عند سدرة المنتهى حيث حدث التجلي، لكن ربك سبحانه وتعالى قريب من سيدنا محمد وهو في الأرض كما هو عند سدرة المنتهى، مش هو طلعه فوق عشان يبقى أقرب له كما يتصور المجسمة؟ لا، أنت تقول رأيت القمر فوق السطح زي رأيت الله عند سدرة المنتهى، يبقى بتوصف مكانك مش مكان المرئي، ده مكان الرائي. فلمسن بعض الناس المجسمة يجيب لك الأحاديث دي يقول شوف إن ما كانش ربنا فوق السماء كان هيبعت ليه سيدنا محمد يطلع له فوق علشان يظهر له. الله، ده أنت مصيبة بقى، ده أنت افتكرت إن ربنا فتح مكتب فوق في السماء وقاعد جواه وعامل تكييف؟ ما ينفعش كده، دي قلة أدب، لدرجة إن بعضهم قال ان الله سبحانه وتعالى جالس على عرشه وتارك مكان على يمين العرش ليجلس عليه سيدنا محمد يشفع للخلائق، وده المقام المحمود. تصور، يتصور الى هذا، ومكتوبه في كتبهم المطبوعه الان، المطبوعه الان يوزعونها على الحجاج والمعتمرين بالمجان، طبعات فاخره. تصور ان هذا الكلام الهراء يكتب، فنسال الله ان يسلمهم مما اعتقدوه. وعلشان كده الشيخ هنا طول في المسألة دي، لأن المجسمة كانوا موجودين في كل عصر، ولكن العلماء يدحرونهم في كل عصر. لأن ليه؟ طبيعة الإنسان عايز أما يعبد حاجة يبقى شايفها، لمسها، حاسسها، يقبض عليها، ياخدها في حضنه، يقبلها، طبيعة الإنسان كده، الإنسان اللي هو ما عندوش يعني إدراك عالي. وعشان كده بني إسرائيل لما كانوا في هذه الصورة عملوا إيه؟ عبدوا العجل. عايزين عجل كده، عايزين حاجة ما يسجدوا لها يبقوا شايفينها. هم مش عايزين يعبدوا حاجة غيب لا يراها. فهمت المسألة؟ في حين أنك أنت لو فهمت الأمر وجدت الله في كل شيء سبحانه وتعالى. تعاملت مع الله في كل شيء.
كأنك الله فيك وفي غيرك، فكأنك تكلم الله وتتعامل مع الله حتى مع الخلق، لأن الخلق ما هم إلا عيون لله سبحانه وتعالى تنظر إليك، وما هي ألسنة الخلق ما هي إلا أقلام الحق يقول بها ما شاء. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ينظرون إليك بأعينهم التي خلقها فيهم. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به. وعلشان كده الإنسان إذا دقق النظر والفهم وجد الله في كل شيء، تعينت صفاته في كونه دون أن يحل في الكون، لأنه لا مستغن عن كونه، فأنت تتعامل مع صفات الله المتعينة في الأكوان، وكأنك حيثما نظرت وجدت الله معك، وجدت الله معك في الأكوان بتجليه بصفاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى حتى يعينك ويؤنسك. فتجد من الذي يؤنسك؟ هو الله في الحقيقة. يعني خلق الله دول ما هم إلا أثر صفات الله عينها، جاء الرحمة عملها لك في صورة جسم وسمها أم عشان تأكلك وتشربك وتغطيك وتطبطب عليك لحد ما تكبر وتبقى راجل. هي الرحمة. الرحمة دي لو كان عاملك بها دون أن تكون محسوسة كنت هتستوحش وانت طفل، تقعد تعيط مش لاقي حد يطبطب عليك. أم ربك سبحانه وتعالى خلى الرحمة وهي معنى، خلقها في صورة جسم يطبطب عليك ويشيلك ويهشكك ويدلعك ويغدغدغك ويأكلك، وبعدين كل ما تستوحش تجري تترمي في حضنها. انت بتترمي في حضن الله، دي الحقيقة، لان دي الرحمة بتاعت ربك، واخد بالك؟ اللي خلقها لك رزقك سبحانه وتعالى. لكن لما كنت غير اهلا لتناول الرزق مباشرة، خلق لك من هو قادر على ان يتناول الرزق مباشرة ويعطيك بقدر، خلق لك ابوك علشان يتناول رزقك ويدهولك بالقدر اللي فيه المناسبة، حتى تصل الى مرحلة تكون صالح لأن تتعامل مع الله في أكوانه تتناول رزقك مباشرة. لأنك كنت طفل صغير ممكن الناس تضحك عليك، لو ربنا ادالك رزقك أول بأول العيال تضحك عليك تاخد منك رزق زي ما بياخدوا منك المصاصة في الحضارة. لكن ربك خلقك أبوك علشان يحميك. مين اللي خلقه؟ الله. خلقه بإيه؟ بصفاته. فهو ما هو إلا أثر الصفات متعينة فيه. فالصفات تعينت في هذا، تعينت يعني ايه؟ يعني ظهرت، يعني تحددت. الله لا يحده شيء، لكن صفاته يحددها باشياء معينه، لاجسام معينه، لصفات معينه، في احوال معينه، حتى تتعامل مع الله في كل شيء فلا تجهله في شيء. وعشان كده من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لان مين اللي خلق الناس؟ الله. فالناس دول ما هم إلا تعينات صفات الله في الأكوان، فلو تشكرهم كأنك لا تشكر الله، لأن الله أنت لا تراه بحسك ولكن ترى أثر صفاته في الناس. فإن لم تشكر الناس تكون من باب أولى لغير شاكر لله. فهمت المسائل؟ فالحكاية سهلة. وعلى شكر على أي حال هنا بيقول لك: وأما البحث معهم، يعني هؤلاء المجسمة، من طريق العقل والنظر، فلا يخلو أن يدعوا أن لهم على ذلك دليلا من طريق العقل والنظر أم لا. إن الله يعني جسم يعني. فإن ادعوا ذلك فهو منهم افتراء، لأن أهل العقل قد أجمعوا على أن موجد الوجود غير محتاج لما أوجده. هو بيرد عليهم في معنى استوى على العرش، يعني استقر، يعني جلس. فبيقول لهم: لو أنتوا بتقولوا أن كنتوا أهل العقل بيقولوا كده، نقول لهم ده افتراء عليكم، لأن أهل العقل قالوا أن الله مستغن عن كونه، وأنت لو خليته استوى يعني استقر وجلس، خليت والعرش من الكون كأنه جعلته محتاج لكونه، يبقى ده مش كلام أهل عقل بقى. فهمت؟ أدي معنى كلامه. فقد أجمعوا على أن موجد الوجود غير محتاج لما أوجده، لأنه لو كان محتاجا لما أوجده كاحتياج من أوجده إليه لاستويا، ولم يكن للموجد تفرد بالكمال دون من أوجده، وذلك محال. ثم لا يخلو على زعمهم في الانتقال والاستقرار أن يدعوا أنه عز وجل كان قبل خلق العرش على شيء آخر غيره خلافه، أو كان على غير شيء. فإن ادعوا أنه كان على شيء لزمهم أن يكون قبل ذلك الشيء شيء، وقبل ذلك الشيء شيء إلى ما لا نهاية له. يعني إذا كنت بتدعي أن الله محتاج العرش يقعد عليه، طب وقبل العرش؟ يبقى محتاج لشيء تاني قبل العرش يقعد عليه. طب واللي قبل اللي قبل ده؟ يبقى قبليه كمان عايز حاجة تانية يقعد عليها، واللي قبل ده؟ طب واللي إلى ما لا نهاية، وهذا محال.
وهذا باطل بالإجماع والعقل ثم بالإجماع والعقل ثم لا يخلو أن يدعوا أنه لم يزل على شيء. ولو قالوا طب أنه ما زال على شيء يبقى كأنهم ادعوا أن هناك مع الله قديم، كأن هناك كون مع الله قديم. والرسول يقول لك كان الله ولم يكن شيئا معه أي شيء. يبقى لو قالوا لا ده هو مش بينتقل، ده هو أصلا على شيء منذ القدم، فكأن جعل هذا الشيء قديم بقدم الذات، وده محال برضه لأن جعل مع القديم قديم. شفت إزاي؟ ففي الحالتين محال. لو قلت بيغير يبقى إلى ما لا نهاية، وإلى ما لا نهاية باطل لأن الله أول ليس قبله شيء، لابد أن يبقى فيه أول. ولو قلت أنه معه قديم اعتبرت أن مع القديم قديم، يبقى منذ القدم هناك اثنان كون ومكون. وعلشان كده الفلاسفة كفروا لأنهم قالوا بقدم العوالم. الفلاسفة لما قالوا أن في الله قالوا أن العوالم قديمة بقدم الله، لأنه لا يتصور خالق بغير مخلوق، قاهر بغير مقهور، رازق بغير مرزوق. فلا بد أن يكون مرزوق منذ القدم لأنه رازق، لا بد أن يكون مخلوق منذ القدم لأنه خالق. فاعتبروا أن الأكوان قديمة بقدم الذات، قديمة بالنوع حادثة بالذات، يعني في جنس أكوان قديمة. ومن قال بذلك ابن تيمية أيضا من العلماء، وردوا عليه، ردوا عليه في كتب، رد على ابن تيمية في قوله أن الله كان معه حوادث لا نهائية، وعندي كتاب مطبوع بيرد عليه من القرن الثامن الهجري، من 800 يعني من 700 سنة، بيرد على ابن تيمية في قوله أنه مع الله حوادث لا نهائية، لأنه اعتبر أنه مستقر على العرش بالجلوس، فلا بد أن يكون هناك حوادث لا نهائية قديمة حتى يكون الله سبحانه وتعالى مظهر أثر صفاته في الأكوان مطلقا. فهناك أكوان قديمة بقدم الذات زي الفلاسفة قال بقدم العوالم. شفت المصيبة؟ لأنه جعل العلاقة بين الله وبين الأكوان علاقة علة ومعلول، ولكن عند أهل السنة العلاقة بين الله والأكوان علاقة اختيار وليست علة ومعلول. العلة والمعلول علاقة إجبارية لا منص منها، فكأنه مقهور أن يكون معه كون، وهذا محال في حق الله لأنه لا يقهره شيء. ولكن الله قال لك إيه؟ رد عليهم قال يخلق ما يشاء ويختار، فجعل العلاقة اختيارية وليست إجبارية، ردا على الفلاسفة الذين قالوا أن العلاقة بينه وبين خلق علاقة علة ومعلول، فاستدلوا بالعلة والمعلول على قدم الأكوان. فهمت المصيبة؟ وصار على نهجهم ابن تيمية وقال أن معه حوادث لا نهائية. وعندي كتاب في الرد على ابن تيمية في حوادث لا نهائية مطبوع 800 هجرية، مش بتاع اليومين دول. لكن على أي حال علشان كده بيقول لك هنا، فإن ادعوا أنه لم يزل على شيء لزمهم من ذلك سبق المخلوق للخالق، وذلك مستحيل إجماعا وعقلا ونقلا وشرعا. وإن ادعوا أنه كان أولا على غير شيء ثم انتقل إلى تلك الأشياء بعضها بعد بعض، فلا يخلو أن يدعوا أن يكون انتقاله إليه احتياجا أو لغير احتياج. طب لو قالوا لا ده هو أصلا كان على شيء سبحانه وتعالى لأنه مش محتاج حاجة، وبعدين خلق هذه الأشياء على غير احتياج، واخد بالك، فانتقل إليها، يبقى حاجة من الاثنين. إذا انتقل يبقى أثبتتم الاحتياج والتغير والانتقال، والله دائم باقي لا يزول. وإذا قلت أنه خلقها على غير احتياج يبقى عبث، والله لا يفعل العبث. يبقى في الحالتين أنتم ما ينفعش كلامكم. إذا قلت أنه ما كانش محتاج لكن خلقها فانتقل فألزمتمونا بالحركة، والله لا يتحرك. وإذا قلت أنه خلقها وهو غير محتاج لها فقد أثبتت أنه يخلق العبث بغير حكمة، وهذا محال في حقه. فهمت ازاي؟ في الحالتين ما ينفعش. فإن ادعوا أن ذلك كان للاحتياج فقد سقط البحث معهم، لأنهم نفوا ما يليق بصفة الربوبية من الجلال والكمال، ورجع محتاجا كسائر المخلوقات، وذلك محال بالإجماع من الطوائف من المتكلمين وأهل العقل والنظر في حق الباري جل جلاله. وإن ادعوا أن ذلك كان لغير احتياج لزمهم من ذلك أنهم وصفوه عز وجل لصفة النقص، لأن ما يفعل لغير احتياج كان عبثا، وهذه صفة النقص، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن ادعوا أن ذلك كان لغير احتياج ولا عبث، وإنما كان بوجه ما من الحكمة كما خلق الخلق وهو غير محتاج إليه وليس خلقهم عبثا، قيل لهم الحكمة في الخلق قد بانت،
وهي ما أراد الله عز وجل من نبي من تبيين أهل الشقاء وضدهم وإظهار أوصاف القدرة التي ليس للعبيد اتصال إليها ولا معرفة بها إلا بالاستدلال بما ظهر من آثارها. وما يدعونه فليس للحكمة هناك دليل على ما ادعوه، بل الحكمة تقتضي ضد ذلك، لأن من ليس كمثله شيء ينبغي بدليل الحكمة أن من ليس كمثله شيء ألا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولا يخالطه شيء لعدم التناسب. فقد بان بطلان ما ذهب إليه في هذه الثلاثة وجوه ولا رابع. ومما يزيد ذلك بيانا قول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي، فيؤخذ من قوله أن الكتاب الذي كتب فيه هو فوق العرش أن حكمته جل جلاله اقتضت أن يكون العرش حاملا ومستودعا لما شاء من أثر حكمته وقدرته وغامض غيبه، ليستأثر هو جل جلاله بذلك من طريق العلم والإحاطة عن جميع العالم كله، فيكون ذلك من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيوب الذي لا يعلم مفاتيحها إلا هو. وقد يكون هذا الحديث تفسيرا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي أن ما شاء من أثر قدرته وحكمته وكتابه هو الذي استقر على العرش لا ذاته الجليلة، ولو أراد ذلك لأكده بالمصدر كما فعل في كلامه حيث قال وكلم الله موسى تكليما، يعني لما أراد الكلام الحقيقي أكده بالمصدر. وهنا لما قال الرحمن على العرش استوى لم يرد الاستواء الحقيقي، لأنه لو قال لو الرحمن على العرش استوى استواء يبقى يقصد الحقيقة، لكن ما قالش استواء، ما أكدهاش زي كلمه تكليما، فدل أن الاستواء هنا معناه غير حقيقي، لأنه إذا أكده يقصد به المعنى الحقيقي. فأكده بالمصدر لأن العرب تقول جاء زيد ويعنون خبره أو كتابه أو رسوله، فإذا أرادوه بذاته قالوا جاء زيد نفسه، فأثبتوا بذلك الحقيقة حقا، فذهب ما زعموه بنظرهم الفاسد، والحمد لله رب العالمين. ونقف على ما ادعوه من التكسيم وتعلقوا به بظواهر آي وأحاديث هنتكلم عليها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك.